اه يا شوية هفيات معرفتش اربي بقى حتة بنت زيجي تقلبكو وتخلع. مش انت اللي بعتينا للسبوت ده بتاع الحرمية؟ كنت عايزاهم يعملوا فينا ايه؟ سرقونا طبعا. والجوز الخيل اللي كانوا معاكو ما عملوش حاجة ولا هم رجالة بطايق بس؟ لا يا خالتي هم بطايق بس. والبنت اللي علمت عليكو دي كان شكلها ايه؟ تخينة كده. تخينة كده؟ لا هي مش تخينة، هي مكورة. طويلة ولا قصيرة؟ قصيرة. مدورة ومكعورة وقصيرة. وبتتكلم زي البنت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح؟ ايوه بالظبط يا خالتي، ولونها موف كده. خلاص عرفتها، هي مفيش غير فتحي. لا هي بنت مش ولد. ما انا عارفه انها بنت. انت تعرفيها بجد يا خالتي؟ ده نعرف امها. يا ام فتحي، انت يا وليه يا ام فتحي، اطلعي يا اختي الدلدلي وردي عليا بدل ما بزع كرامتك في الحاره كلها. مين؟ ست صباح؟ يا اهلا وسهلا. لا اهلا ولا سهلا، فين الجاموسه اللي شبه البقره بنتي؟ وايه لازمته الغلط ده يا ست صباح؟ استني بس، هو انتوا لسه شفتوا غلط؟ قولي للجاموسه اللي عندك دي تنزل بدل ما اطلع لها مد ايديا في كرشها اطلعها من زورها واقلبها لك كده اهو زي الشراب. خالتك جامده بس. امال؟ على العموم هي مش هنا. خرجت. خرجت راحت فين يا ولية؟ معرفش، خرجت. وانت هتعرفي عن بنتك حاجه وانت شكلك كده؟ خشي تنيلي، خشي جوه. عربيتي. الحمد لله يا ربي. انزلي من العربيه يا حراميه. انزلي يا بت. ايه يا جماعه انتوا فين؟ معقوله كل ده عمال ادور عليكو؟ بتدوري علينا ليه يا فتحي؟ عشان تقلعينا هدومنا وتسرقينا؟ حد الله، ده انا قلت بس اروح مشوار على ما تخلصوا وتقولي. طب وبتاخدي العربيه معاكي ليه؟ شبتت فيكي؟ يعني الحق عليا، لقيتها واقفه قلت البطاريه هتنام، قلت اسخنها لكم. والله فين الحاجه يا بنت حراميه؟ حاجه ايه؟ انت هتستعبطي يا رحمك؟ ما تطلعي الحاجه بدل ما اعمل معاكي زي ما عملت مع السيد عظمه. فاكراه الا سيد عظمه. استني يلا خلاصي. اولا انت جامده جدا. ميرسي. عملتي ايه بقى مع سيد عظمه؟ لا لما تكبري بقى هبقى اقول لك. ابعدي ورا. خد يا ست الحاجه بتاعتكم. ايه؟ كامله. خد شوف الحاجه دي، لا تكون ناقصه حاجه عشان اخلص عليه. ناقصه؟ مفيش حاجه تنقص معايا. فين الحلقه بتاعي؟ حلقه ايه؟ الحلقة الدايموند اللي انت لابساه. اطلعي يا بنت من الحلقة. يوه خد يا ست، كنت اروح بقى فنت كلنا حرمية في الخير. امسك. هات يا اختي. خد يا حبيبتي. تمام كده؟ ثانك يو. هاي خلاص كل تمام؟ وايه اللي تممه يا رحمك؟ انت فاكراها هتعدي كده بالسهل؟ ده انت بتحلمي. يا ست صباح عليا الطلاق بالثلاثة، ما كنت اعرف ان هم تبعك. وبعدين خلاص بقى، انتوا يعني مش جايبيني من مشيخة الازهر، انتوا جايبيني من قهوة الحرامية. طب يا اختي ما ترديش كتير في الكلام، اديكي عرفتي، ما تبقيش تعمليها تاني، دول تبعي. ماشي حاضر، بس والنعمة ما انت ماشية وانت زعلانة، لازم اصبح عليك. طب هتولعي على طول ولا لسه هترولي؟ انتوا لسه هتولعوا وترولوا. يلا يا خالتي عايزين نروح. ايه يا بنت خدي نفسين بس اعدل دماغي على الصبح. خلاص مفيش مشكله، نعوضها المره الجايه ان شاء الله، والمصلحه بتاعتكم اعتبرها مقضيه. والله نجيلك مره كمان عشان تسرقينا تاني. فين اخلاق الحرام الشريف؟ فين اخلاق الحرام المصري الاصيل؟ خلاص بقى يا كابتن، انت هتقعد تقتتني؟ قلتلكوا والمصحف ما كنتش اعرف انكم تبع الست صباح. وبعدين خلاص المره الجايه اي دقه نقص مني هي عارفه اولي ايه واخري ايه، هتجبني على طول من قفاه. دي كانت صاحبه امك ده هفكشتوه. ما خلاص بقى يا روح امك، انت هتقعدي تسيحيلي. يا جماعه اهم حاجه نشوف مصلحتنا، احنا ناخد منها اللي احنا عايزينه وبعد كده نرميها رميه الكلاب. معاك حق، وما تقلقوش منها، انا عارفه ديت. طول عمر كلامك الماس. خلاص يبقى احنا كده اتفقنا، تقول الصبح ان شاء الله على القهوه نقضي المصلحه. لا صبح ايه، بقول لكم ايه، اتكلوا انتوا على الله. مع السلامه. اطلعي بنت حضري الولع وخلي امك تحضر الفطار. وقولي لها ما تنساش البيت. عينيا الشقه هتنور. يلا سلام. انا مش عارف اشكرك ازاي عشان قدرت ترجع العربيه بتاعتي يا خالته صلاح.
يا روح خالتك صباح، مش عارف يا اخويا تشكرني ازاي. طب لما تعرف بقى قولي. سلام بقى حبيبتي يا خالته. يلا يا عندليب. خالتك دي ارجل من خالي، يعني هم راحوا قهوه الحرميه عشان يسرقوا العقد. مظبوط سعادتك. طب وتفتكر هذا ضاحي انهم هيعرفوا يسرقوا العقد من المتحف ده؟ الله، واحنا نخليهم يسرقوه ليه؟ ما نسرقوا احنا الاول. واحنا نتعب نفسنا ليه؟ ما نسيبه هم يسرقوه وبعدين احنا ناخد العقد. يعني تقصد هم يسرقوه بعد كده احنا نسرقه منهم؟ ما انا قلت ايه؟ مظبوط يا ضاحي. الله عليك يا ابو المفهوميه، يا ابو دماغ تتاهل بالداب، يا ريس ابو الداب. عجبت سعادتك؟ حلوه. اقولها لك تاني، يا ابو دماغ تتاهل بالداب، يا ريس ابو الداب. خلاص بقى ما ترخمش بقى، ما انت قلتها قلت لك حلو. هنقعد طول الليل. انا اسف يا ملك. عايز عينك عليهم على طول، واي حاجه تحصل تيجي تبلغها لي. حاضر حاضر سعادتك. بس هو كان في حاجه كده كنت عايز اقول لك عليها. خير؟ مفيش، احنا من ساعة ما العملية ابتدت يعني وما خدتش منك ولا مليم، فكنت عايز حاجة كده تحت الحساب على الأقل ماشي نفسي بيها. بص عليك يا ضاحي، أنت طلبت حاجة وأنا قلت لك لا؟ لا. عمري أحش عنك حاجة؟ لا. طب لما هو لا لا، أمال إيه؟ ليه بتقولها بانكسار كده؟ أه صحيح. بص عليك، لحظة واحدة. ربنا يبارك لك يا رب. بص هناك. بص هناك. حاضر. هو بيشوفني ازاي؟ بيشوف ظهره. ملحق بقى اروح اجيب شنطه عشان اخد فيها. خد فيها دي ده اعمل بيها ايه؟ تاخد 10 جنيه والباقي تروح الاخزخانه تجيب لي بيه دوت ضغط. طب ممكن اجيب لسعادتك شريط واجيب ليا شريط؟ هات لي دوا الضغط يا ضاحي، بقول لك حمول. حاضر. انت مفيش بقلبك رايح بقى. لا لا حاضر حاضر. الدواء يا ابني. حاضر. الدواء يا ابني مش كده. حاضر حاضر. اقص عليك، اقص عليك يا ضاحي. بجد I have no idea احنا ازاي جينا هنا تاني عشان نقعد مع الحرامية تاني عشان تسرقنا تاني. على فكرة انت اللي جبتنا هنا تاني ومشينا وراكي تاني وجرجرتنا وراكي تاني. امال ايه يا سيف، انت عايزني اجي المكان ده لوحدي؟ ما خلاص بقى، انت هتفضلي شكاية بكاية كده. احنا كده كده عايزين نجيب العقد، وبعدين الحرامي اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ولا ايه يا هاني؟ مظبوط. ياض سيب الحشيش ياض، انت جاي تساعدنا ولا جاي تستبح هنا؟ شوشو ما تفصلنيش، اهم حاجه مع خطيبتك لازم تختار، يا تعيش راجل ولا تعيش مبسوط. طب وانت ايه؟ انا الحمد لله مبسوط. يا جماعه انا عايز اعرف دلوقتي فين الزفت اللي اسمها فتحي عشان نخلص من مكان الزفت.